دار الزور في 7/8/2011 السابع من رمضان. المواطنون في مدينة دير الزور عند جسر حطلاء أو جسر السياسية يستغيثون، ولكن لا نعرف لماذا يستغيثون. هل يستغيثون؟ هل هناك إصابات؟ هل هناك قتلى؟ لا نعرف. وهذه هي آليات الجيش السوري تتمركز وتسد المدخل عند جسر حطلة أو جسر السياسية، وهي الآن الدبابة تتحرك، لا نعرف، ربما باتجاه الناس، ربما باتجاه أحد آخر، لا نعرف حقيقة، ولكن هذه هي آليات الجيش السوري كما تلاحظون. وهذه الدبابة السورية توجه مدفعها باتجاه مدينة دير الزور، وهؤلاء المدنيون لا نعرف ماذا يفعلون بالقرب من الجيش، وهم يحملون السلاح كما ترون. هل هم شبيحة؟ هل هم من العصابات التي تتكلم عنها السلطات السورية؟ لا نعرف، ولكن إذا كانوا عصابات لماذا يرتكزون بالقرب من الجيش؟